أشكر نادي الإبل على إتاحة هذه الفرصة لحضور هذه الدورة. أشكر نادي الإبل على إتاحة الفرصة لنا في التجربة الذي قام بها نادي الإبل مشكور. أحب أوجه شكري لنادي الإبل وعلى رأسه الشيخ فهد بن فلاح المحثلين. اكتسبت مهارات جديدة، مهارات التقديم مع التلفزيون التي كانت بدعم كبير من نادي الإبل، نظرة العين للكاميرا، كسر الحواجز، تقوية الحبال الصوتية، استفدنا كيف حركة الجسم، على كيفية النطق، على ثقافة المذيع. استفدت كثير منها هذه الدورة، وشكرا جزيلا لهم ولجهودهم. أتمنى أن أكون مساهم في تقديم هذا الموروث. أنا مستعد لتقديم كل ما يخدم الموروث الشعبي، وأطمح أن أخدم الموروث من خلال النادي. أتطلع بإذن الله في تقديم مادة ثرية. أشكر نادي الإبل على إتاحة هذه الفرصة الطيبة. أحب أشكر النادي على هذه الدورة اللي استفدنا منها كلنا، أنا وباقي الزملاء. وأشكر نادي الإبل على إتاحة لي الفرصة لحضور هذه الدورة.